Chamois. الطريق الصحراوية هذه هي بداية الإنجاز بتاعها من منذ سنة 1969، وتونس كانت من البلدان أكثر البلدان المدعمة للطريق الصحراوية هذه، وقامت مجهودات كبيرة من منذ الستينات باش تدعم المجهود نتاع الإنجاز نتاع المشروع هذه في عديد البلدان، هي مشمولة بتونس والجزائر ومالي وتشاد والنيجر ونيجيريا، يعني 6 بلدان مشمولة بالطريق هذه اللي هي الطول نتاعها 9773 كيلومتر، تم إنجاز 8347 كيلومتر حتى الآن وهي معبدة، قعدوا 418 كيلومتر بصدد الإنجاز و1800 كيلومتر في حالة مسالك ترابية، وقاعدين معناتها البلدان الكل نخدموا معناتها مع بعضنا باش الإنجاز معناتها باش يكمل في البلدان المتبقية، هي تونس ونيجيريا كملت الإنجاز نتاعها. بالنسبة لتونس 699 كيلومتر الطول نتاعها، احنا بخلف لي كملنا معناتها الانجاز هذايا، تو نحبوا ندعموا معناتها الشبكه الطرقيه نتاعنا بانجاز عديد المشاريع اللي منهم الطريق السياره اثنين الرابطه بين تونس وجلمه ثم نحو القصرين ونحو قفصه اللي هي طول نتاعها 385 كيلومتر والقيمه الجمليه نتاعها 3400 مليون دينار. كيف عندنا الطرقات العرضيه اللي نسميهم احنا الاروقه الاقتصاديه الاستراتيجيه العرضيه، يعني شرق غرب اللي هي باش نقوموا بمضاعفه الطرقات الجهويه 13 اللي هي تربط بين قصرين وسيدي بوزيد وصفاقس على طول 180 كيلومتر بكلفة 1500 مليون دينار، واللي إن شاء الله الإنجاز ينطلق في أوائل 2024. الطريق الوطنية 15 اللي هي تربط بين بوشبكة وتلابت ثم قابس وقفصة، والطريق الوطنية 16 اللي هي فما الطريق الوطنية 3 بين حزوة وتوزر باش يتم المضاعفة نتاعها، ثم توزر حتى القابس عن طريق قبلي 240 كيلومتر. كيف قاعدين بصدد الدراسة، هذوما كل المشاريع نقوموا بهم معناتها كدعم للطريق الصحراوية، يعني احنا كملنا الخدمة نتاعنا وتوا لازمنا ندعموا، على خاطر كيما تعرفوا الرواق هذايا احنا نخدموا انه باش يتطور الى رواق اقتصادي، ويعني عديد الاشغال تستنى فينا وخدمة كبيرة تستنى فينا تونس والبلدان المعنية بالطريق الصحراوي. ذاك هو احنا الهدف نتاعنا انه باش يكون بوابة للسوق الافريقية اللي هو باش يدفع الاستثمار باش يدفع الشغل معناتها باش المبادلات التجارية زادا باش نحاولوا نعزوها ونقويوها، على خاطر المبادلات التجارية راه ناقصة معناتها مازالت ناقصة قد ما عملنا ويلزمنا نخدموا عليه الموضوع هذايا. هذا هو الهدف راه الهدف معناتها احنا وزارة التجهيز كما شفتوا اليوم في جلسة العمل بمناسبة الدورة 74 للجنة اتصال لطريق العبرة للصحراء، حضرنا الوزارات الكل المعنية يعني اللي هما باش نخدموا مع بعضنا باش نعملوا لجنة كبيرة على مستوى رئاسة الحكومة اللي تلم الوزارات الكل، وبالهدف باش كل حد في المجال نتاعو يخدم على الإطار هذايا باش ندفعوا الاستثمار، وباش معناتها الهدف نتاعنا راهو اقتصادي بحت واجتماعي. مونوسي عيادي محمد، جو سوي لو سكرتير جينيرال du comité de liaison de la route transsaharienne. Le projet de la route transsaharienne, qui m'a dit que le Seyd al-Wazira, fait à peu près 10 000 km, منها 90% de dert. طريق العبر الصحراء ليش الدرت؟ المثل يقول la route du développement passe par le développement de la route. ليه يديروا الطريق؟ كي يديروا الطريق تسهل لو ترونسبور، لو كو دو ترونسبور ديمينو، اون دوفيان كومبيتيتيف. مثلا في المالي لو كو تاع ترونسبور دون لو كو دان برودوي سي 50% باسكو il n'y a pas les infrastructures. على هذا الشيء اللي نتندر طريق. اليوم 6 بلدان هذو عند اكثر من 50 سنه وحنا نخدم مع بعضنا طريق تبنات، والوزارة الممثلين الست بلدان تلاقاو في الجزائر في جوان وقرروا باللي رايحين يقولوا كوريدور ايكونوميك. واش معناتها كوريدور ايكونوميك؟ رايح كيفاه نسهلوا لبعضنا باه نمشيو لبعضنا. مثلا تونس، تونس كي تعود جاي عندها 670 كيلومتر في تونس و 500 كيلومتر نغطيه، بصح كي توصل لافرونتير يكون عندها شويه مشاكل، نحيوا المشاكل هذه. مثلا راهم يتكلموا على لازليكاف، كيفاه نسهل؟ وراح الكوميتي تاعنا يقول لي
كيفاه الحلول، كيفاه لا ريغلومونطاسيون pour qu'il y ait accélération des échanges. Il n'est pas normal que le Niger جاي قدام la frontière algérienne, قدام la frontière tunisienne, يروح يجيب السلعه من لا شين من لا روت دو لا سوا وحنا نسكنوا قدامهم. كاين بروبليم تاع انفراستركتور، كاين بروبليم تاع ريغلومونطاسيون. هذو اللجنه تاعنا درك في المستقبل على الخمسين سنه اللي جات كنا نهضروا كيفاه نبنيو الطريق وسهلنا لبعضنا، وتشوف كيفاه ندارت لا ريونيون هنا شفتوها مثل خاوه يخدموا مع بعضهم. اي اون ا لو سوتيان دي بلو هوت زوتوريتي دو بيي، جو تيان ا فيليسيتي لا تونيزي، جو تيان ا اكسبريمي توت ما كونسيديراسيون ا مدام لا مينيستر. سا نو دون انفي دو ترافاي. La phase nouvelle est complexe parce que ce n'est plus le comité des routes, les routes, les finances, le commerce, le transport. On va tirer un plus grand parti de nos potentialités. Nous avons des pays sahéliens en face qui manquent de moyens, avec lesquels on peut beaucoup travailler. J'ai souvent dit, pour acheter un pantalon, des chemises, des vestes, au Niger, il dit, mon gars, ما يقدرش من تونس ولا من الجزائر. سو سون دي بروبليم كو لون فا ترافايي انسومبل. اي سكي ايت اسونسييل اي جو لو دي جو لو ردي سي كون ترافايي دون لو كالم دون لانتيليجونس دون لا ميثود دون لو سيريو. اي نو سومز او سيرفيس دو نو بيي ان طانك تكنيسيان، نو سومز او سيرفيس دو نو بوليتيك.